نروح بقى مع حضراتكم لفقره، بنسلط فيها الضوء على موهبه داخل قطاع الناشئين النادي الاهلي. الموهبه دي بنتنبأ ان شاء الله قريب تكون موجوده مع الفريق الاول، هو اللاعب امير علاء، لاعب مواليد 2006. نروح نشوف التقرير ده عن اللاعب امير علاء، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل الكابتن ايهاب جلال مدرب حراس مرمى منتخب مصر للشباب. اسمي أمير علاء إسماعيل فتح البكري، بلعب باك ليفت من محافظة المنوفية بمبرة. أنا بقالي 6 سنين في النادي، جيت عن طريق كابتن تامر حفني من اختبارات. جيت أول يوم اختبارات أميل تعالى تاني يوم، جيت تاني يوم عملت كرة كده بسيطة وعملت وانتو، قام واخد اسمي قام قايل لي فين أبوك، قام راح ممد أبويا، اتدربت لآخر التمرين، وأما التمرين خلص رحت مضيت. قبل ما اجي النادي الاهلي كنت بلعب في اكاديميه عندنا في البلد، ورايحين نعمل ماتش مع النادي الاهلي، وانا لعبت ظهرت بشكل كويس والكابتن تامر حفني اختارني. اتعلمت ان انا ابقى محافظ على نفسي، ما العبش بره النادي الا لما العب النادي هنا، اما النادي يطلبني اجي العب هنا بس، ما العبش بره النادي عشان ما اتعورش وعشان ما اتكسرش. اول يوم ليا في النادي الاهلي كنت لسه ما تعرفتش بقى ولا حد عارفني، كانوا هم اصحاب اصحاب زمايلي اللي دلوقتي كانوا قاعدين معايا عاملين يفهموني الدنيا فيها ايه هنا، وانا ما كنتش اعرف حاجه، كنت لسه جاي عن التأييد، واللي بيلعب كويس هو اللي بيتأيد، والكابتن هو اللي بيشوفه حلو هو اللي بيلعب ماتشات معاه، واللي بيجتهد في التمرين واللي بيتعب هو اللي بيلعب. وبعد كده بقى بقيت ادخل واحده واحده مع الفرقه لحد ما الكابتن عادل مصطفى أيدني، وبعد كده لعبت ماتش انبي، وبعد كده الحمد لله اول مدرب اتمرنت معاه كابتن عادل مصطفى. اول ما انا جيت النادي ما كانش موجود، كان الكابتن تامر حفني اللي موجود، اخترنا الكابتن تامر حفني هو وعم عبد الله. بعد ما اخترنا عم عبد الله جه الكابتن عادل مصطفى، جه تاني تمرينه شافني وعم بيقول لي انت لاعب كويس وتعب في التمرين عشان ايدك. عايز اقول لهم شكرا الكابتن تامر حفني والكابتن سيد غريب وكابتن عادل مصطفى. النادي الاهلي بيختار اللاعب المحترم المؤدب وعنده التزامات، واول حاجه الالتزام، تاني حاجه بقى اللي بيجتهد في التمرين هو اللي بيلعبه في النادي الاهلي، مش زي اي نادي. تيشيرت النادي الاهلي مش اي لاعب يلبسه، اي لاعب لما يكون اللي هو مجتهد وبيتعب في التمرين هو اللي بيلبسه. والنادي الاهلي تلبس تيشيرت النادي الاهلي مش اي حد يلبس، مش اي لاعب يلبس تيشيرت النادي الاهلي. والدي ووالدتي واخواتي واختي او بابا بيعلمني ان انا اكل ازاي واشرب، وكل بعد الاكل اكل كل اكل بعد التمرين بيجيبها لي، مش على نظام معين يعني في الاكل. انا في مدرسه الشهيد عمرو بن نصر الاعداديه بنين، وفي سنه ثالثه اعدادي بابا بيحفظني ان انا اذاكر في الدراسه كويس عشان يوجبني النادي. والدتي بتقول لي على طول، بيقول لي تعب في التمرين عشان ما انت تتعب هتستريح بعدين، ما انت تتعب دلوقتي بعدين هتريح الدنيا بحالها، وتريحنا معاك وجري والتعب اللي احنا بنتعبه وراه. بروح المنوفيه وارجع كل يوم، وساعات كنت ببات هنا، كان النادي جايب لنا شقه. انا كل يوم بخرج من البيت الساعه 11، ما بروحش الا الساعه 8. كابتن سيد غريب قال لنا اول حاجه بيحفظها لنا، بيقول لنا اهم حاجه احنا بنلعب على طول بطولة الجمهورية، هترفعك في النادي وهترفعك في كل حتة، ما تبقى تمشي ماشي في النادي رافع راسك، انت واخد بطولة الجمهورية وهتديك دفعة لبعدين. كابتن أسامة زكي لحد دلوقتي من ساعة ما مشي معانا بيجهز لنا ماتش الزمالك إن شاء الله من 3-4، وإن شاء الله احنا هنحقق الفوز في الماتش. لما بتفرج على ماتشات الفريق الأول أبقى نفسي أطلع زي علي معلول وأتفرج على لعب علي معلول. مثل الأعلى في مصر علي معلول، بره مصر بقى ميسي. بشكر والدي ووالدتي على التعب اللي هما بيتعبوه معانا، والمجهود اللي بيديهولي، والاكل والشرب وكل حاجه.